بيربح بيطلع معه خروج بيطلع بيربح ظهر عشاء غدا من قرر معي انا يعني اذا الشباب سربرايز مخيف يعني اذا الشباب ربحوا كل الشباب يظهروا واذا البنات كل البنات بيربحوا خلينا نطلع انت شو نص يعني مثلا احنا 11 كان 6 و5 لا 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 البنات والشباب انت ليش بقى البوكس الثاني خلي وينه نسيم حطه بالمطبخ 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 يلا جاي بدي اقلكم نوع معين وانتم بدكم تحذروا شو هو الصنف هلا بتفهموا شو قصدي بنصحكم انه تتشاوروا بين بعضكم قبل ما تعطوني جواب مش فكره لحتى ما كل واحد يطلع بشيء وكل واحد بيحذر بيطلع له نقطه بس اقلكم شغل الكومبيتيشن يوم كثير صعب يعني ايه هلا رح تعرفي رح اقول لك مميزات هيدا صنف الاكل وانت شايفه شو في قدامك بدك تعرفي مثلا هو قدامهم قدام الملفوف ما شفتي شو هن ابعدي هون ابعدي هون ابعدي هون شوف شو بتعمل هالاسبوع شوفي رمان افوكادو توم 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 حلو قلنا معك بصل ده طيب مش مبين توم هيدا سهيلة سهيلة لا بصل عامل نفسها فكرتك بتعرفي تطبخي يا شو هاد جاهزين خلينا نبلش باول شيء اول شيء هول يعني بس دايما قبل ما نبدا بس السؤال لنا اذا ما جاوبنا هم يجاوبوا ولا اثنيناتكم بدكم تقولوا جواب يا بيطلع صح يا بيطلع غلط اوكي, أوكي. بس تقلكم شغله بدنا نحكي اليوم مثل ما قلت لكم الحلقه عن اصناف الاكل يلي بيساعدوا الواحد انه يبتعد عن الانفلونزا والرشح والفلو وكل القصص يلي بتضايقنا بالشتويه وهون اصناف الاكل باول مناعه يعني مشان هيك كثير مهمين ومشان هيك حتى من بعد ما فل رح اترك لكم اياهم هون لحتى تستفيدوا منهم سبيشلي القصص مثل الزنجبيل والاوريجانو وهول القصص اوكي الزنجبيل خلينا نبلش باول شيء اول شيء بدنا نحكي عن المعده اوكي هيدا صنف الاكل اللي بدنا نحكي عنه اليوم اللي انتم مفروض تحذروا شو هو من بين الاصناف الموجودين على الطاوله منيح كثير للمعده اورايت سو هيدا الشيء اللي موجود قدامنا هون مثل ما قلت لكم بينظف المعده والامعاء وباول مناعه يعني بفوت على الجهاز الهضمي يعني سوري يعني بفوت على الجهاز الهضمي تبعكم وبيساعد انه يقتل كل البكتيريا مشان هيك مش كمان بس يعني بقوي البكتيريا مش بس بيقتل البكتيريا كمان كثير بقوي الذاكره فكروا 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 تشاوروا تشاوروا بين بعضكم الثوم الثوم لا مش ثوم زنجبيل لا رمان رمان خلص 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 رمان لا مش البيض خلاص قلت جواب واحد شو عشان واحد رمان رمان انا بقول رمان انا بقول اوريجانو مش مشكل الاوريجانو هيدا مثل ما قلنا اذا بدك مثل الزعتر البري كثير قريب على الزعتر البري هيدا رح اترك لكم اياه سو اذا بتزودوه على اكلكم كثير باول مناعه كثير بنظف المعده هاي كيفك ويلكم باك مش مشكل بأول مناعة وبيشيل البكتيريا من قلب المعدة شو بكي؟ بقول لها في مسابقة شو بكي قاعدة هيك؟ هتقولي لنا حاجات أي نوع موجودة يا تاني سؤال يلا تاني سؤال بنات تفضلي اوكي يا هيدا الشيء يلي موجود على الطاولة بيحتوي على مادة اوكي اسمها كثير غريب اسمها ايرغوثايونين شو بتكون بهذا الموضوع مش مشكل يلي بتقوي المناعة ويلي تعتبر انتي اوكسيدنت يعني مادة مضادة للأكسدة اوكي بس انتبهوا لهالمعلومة بس كل ما نفعها بتموت اذا طبختوها مشان هيك يفضل اكلها فريش توم 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 غلط الرمان الخس مبسوطة أنا مش عم تعرف مشرب مشرب خارقات عندها أشغال وعندها حاجات عتفضل لا لا خلاص أنا بقعد شي مرة بقعد عبوفة
هو كان فيه اثنين سؤال اثنين الاول ما جاوبنا عليهم لازم تغيرينا خلاص خلاص جينا هون عوصلت كله رح اتركهم وصلت مايونيز كله رح اتركهم بنصحكم انه تستعملوا الرمان لانه كثير منيح رشوه فوق الاكل الاوريجانو ليك قديش كبير هيدا رشوه فوق الاكل مثل ما انا هيدا الشاي من ساوث افريكا من جنوب افريكا رافائيل بسكر هلا اشرب شو هي شو كله اشربوا تندوق شربوا لندوق ما في ملعقة كله تندوق شو شو حلوة هالجملة خارج اسم محل شربوا لندوق شربوا تندوق يا شو عامل رايح على شربوا لندوق آه. انت شربت بعد شيء لا هيدا اليانسون شربوا لندوق هذا شو فائدته اليانسون مثل ما قلنا هيك اقرا لكم القصص اللي انا كاتبتها اليانسون طارد للبلغم يعني بيظهر كل البلغم الموجوده بقلب الرويه تبعكم والجهاز التنفسي تبعكم مشان هيك كثير مهم انه انتم خاصه تشربوا منه لانه بينظف كل شيء واحد اثنين ليش شو عمل مش هيك يعني مش هيك الاشخاص اللي بتغني بياخذوا ما بيسوى انت برايك انه بيرخصوا ما بعرف قبل ما تغني ما بيسوى دغري تشربوا قبل ما تغني اما تغني هيك تشربوا قبل بساعتين صح. او ساعه تظهر كل شيء فيه معقول بالاخر سكر بنفس الوقت كثير منيح للمعده هيلا حدا عنده وجع بطن وجع معده او جيع بالمعده ليانسون انا بعملها حلو اكيد ما بعملها وبنعس شوي هيك برخي